يوجد في بعض المكاتب صور بعض الزعماء والملوك مبروزة، هل هذه الصور يجوز في هذه المكاتب أن توضع؟ هذه الصور مما لا يجوز، لا تجوز على ذلك، نسأل الله لهم التوفيق. وضع صور المكاتب والزوائد لا يجوز ذلك، ويخشى أن يكون ذلك وسيلة للسر، لأن كثيرا من السر والذي غير المسلمة ينسبون هذه الصور مثل الميادين والمحلات التي يريدون، ويخشى منها أن يقع بها السر بعد حين، ولعله ملوك أو ملوك جاءهم الشيطان أن مات فيه أربع خمسة صالحون وكانوا على التوحيد، فلما مات فيه خمسة من الصالحين ومد وطماع ويعود ويعود نسر دس عليهم الشيطان، لما راى حزنهم وبكاءهم عليهم دس عليهم الشيطان، فقال صوروا صورهم وانصبوها في مجالسهم حتى تذكروا عباداتهم تذكروا اعمالهم، وصوروها ثم قال ان الناس عبدوهم من جلدهم. فلا يخشى من هذه الصور، اقول انا اعتقد من دون الله، ولا سيما عن جهل كثير الناس، ولا سيما حب الدنيا وحرمه الحرص على التقرب الى اهلها بكل وسيله، فالذي نعتقد انها لا يجوز اخراج الصور والمكاتب ولا الدوائر ولا الميادين، والواجب على ولاه الامور ازالتها، نسال الله يوفقهم الى ذلك ويعينهم على كل خير وان يوفقهم لما في صنع العباد والبلاد.